مساء الخير متابعينا في بودكاست قبل العصر. عادة القواعد الإعلامية لكل إعلامي أثناء أي برنامج منوع مثل اللي احنا نقدمه يلتقي المشاهدين بابتسامة، لكن عذرا اليوم لا نملك ابتسامة، نملك قضية هي الأولى والأولى دائما ان احنا نتكلم عنها، قضية إخواننا في فلسطين اللي هي قضيتنا. وأنا دائما أقول الدعم للشعب الفلسطيني الحر دائما في كل المجالات نتكلم عنه، ودورنا اليوم في هذا البودكاست تحديدا ان احنا ننقل هذه الصورة. الإعلام جزء لا يتجزأ من أي موقف ممكن تتخذه الدول، لذلك موقف الكويت واضح وثابت. فاليوم راح نتكلم عن جانب آخر وهو الجانب التربوي في هذه القضية تحديدا. أجيال تتناقل هذه القضية بكل فخر وبكل عزة وبكل احترام للشعب الفلسطيني. في هذا التطور وفي وسائل التواصل الاجتماعي الحقيقة يجب أن تنقل لأبنائنا بالشكل الصحيح ليتبنى القضية وهو فخور بالدور الفلسطيني ودور الكويت في مساندة هذه القضية، وراح نتكلم بتفاصيلها أكيد. حياك الله سمي. الله يحييك. أزيد على كلامك أن هذا الدور في توجيه الرسالة حق الأطفال أو توعيتهم يتطلب ذكاء، لأن الموضوع بحجمه هذا يأثر علينا نحن ككبار، فما بالك أنك تبني جيل يتعود على العنف هذا. يعني في من المظاهر السلبية كون الأطفال يمارسون الألعاب الإلكترونية، وفي جزء من الألعاب الإلكترونية اللي هي ألعاب العنف دائما وابدا، لاني انا شخصيا امارسهم، فدائما وابدا تلاحظ ان البطل دائما هو الغرب والعدو دائما يتكلم عربي ولازم لابس الكوفيه ولازم يكون هويته عربيه. فادى هالشيء ان في اطفال حاليا يشوفون المناظر اللي قاعد تصير في فلسطين ويعتقد ان هذه لعبه، تطبع عند الموضوع من داخله. فاحنا شلون نوعيهم في هذا الجانب ونعلمهم الصح بنفس الوقت نراعي حالتهم النفسية وما نأثر عليهم نفسيا. أكيد. والنقطة دائما اللي نوضحها أحمد للمشاهدين بأن سخرية القدر من يطالب بمد يد السلام مع من احتل أرض فلسطين، فهذا الشيء لا يمكن أن يحصل، وهذا الشيء اليوم لا يجب أن ينقل لأبنائنا وتكون الصورة واضحة لهم، وشيء مو غلط. وهذه النقطة اللي نبي نوجهها للأسر، أنه مو غلط تعلم ولدك القضية الفلسطينية، لا تقول ما أنقل الحقيقة، لا تقول لما يكبر يتعلم، خلي يتربى على هذه القضية. وفي منظر شفته للأمانة شخصيا جدا جميل أثناء تواجد الشعب الكويتي والمقيمين في ساحة الإرادة للمطالبة للنصرة لإخواننا في غزة بشكل خاص وفلسطين بشكل عام. شفت أمهات، شفت أبهات جايبين عيالهم ولابسين الكوفية ولابسين شعارات فلسطين وينادون بالحرية، وهذا بحد ذاته ترى أحد أساليب التعليم اللي ممكن تعلم في عيالك القضية الفلسطينية. صحيح. وباختلاف المراحل العمرية يختلف عندك أسلوبك شلون أن توصل صح هذه النصيحة أو توضح القضية لأبنائك، واللي بتفيدنا فيها أكثر إن شاء الله ضيفتنا، ولكن بعد الفاصل. أستاذ شريف الأيوب، اختصاصي خدمة اجتماعية ومستشار ومدرب معتمد لمرحلة الطفولة والمراهقة، حياك الله. الله يحييك يسلمك، يا هلا فيك. أستاذ شريف، تكلمنا قبل شوي تحديدا في المقدمة عن القضية الفلسطينية بحكم اليوم أكيد هذه قضيتنا الأولى. بالمقابل نشوف وسائل التواصل الاجتماعي في بعض المشاهد اللي انحات الطفل أو المراهق شلون ممكن يشوفها وشلون ممكن يترجمها طبعا. فشلون ممكن نحقق هذا التوازن؟ أولا القضية الفلسطينية ندعمها قلبا وقالبا. صحيح. احنا من دولة الكويت. المشاهد اللي قاعد تمر علينا قاعد تأثر على الكبير قبل الصغير للأمانة. يعني احنا من لحم ودم وعاطفة ومشاعر، فسبحان الله لا تقول ان الكبير ما يتأثر، احنا قاعد نتأثر قبل عيالنا. صح. وقاعد تنتقل مشاعرنا على تعاملنا معهم، فاحنا نحاول نحد من مشاهدة الطفل لهذه البرامج أو اللقطات في برامج التواصل الاجتماعي. نعم. مع العلم في الوقت هذا كنا نطالع الأخبار مجرد الساعة 9 في الليل يوم كنا صغار. الحين
وين ما تروح تشغل الشاشة التلفزيون البرامج اللي موجودة بالقنوات نفسها قاعد نتكلم عن قضية حساسة عن وضع في يهز كل مسلم مو في الوطن العربي فقط الإسلام في جميع دول العالم صحيح. فإحنا دورنا هني نحرص على عيالنا من يعني مشاهدة لقطات العنف والقتل لأن تنعكس على نفسيتهم وشخصيتهم. دورنا إن نشرح لهم القضية الفلسطينية شنو هي، نشرح لهم دور المسلمين اتجاه هذه القضية ودور اليهود وإن هذه القدس أولى القبلتين، كانت قبلة المسلمين قبل لا تنتقل القبلة إلى مكة المكرمة صحيح. والمكان اللي أسرى منه الرسول صلى الله عليه وسلم وانتقل فيه من أرض الدنيا إلى السماء العليا وصل عند رب العالمين، فهذا المكان مقدس بالنسبة لنا. فإحنا نحرص على عيالنا في هذا الشيء ونوضح لهم ونبين لهم اللي قاعد يصير في فلسطين. إذن أستاذ في المقدمة سولفت عن موضوع تأثير الألعاب والميديا الغربية على أن يخلون الموضوع يطبعون الموضوع صحيح. يصير طبيعي صحيح. حق فئات عمرية الحين الفئة العمرية هذه اللي قاعد تشوف هذه المشاهد وتعتقد أنها لعبة صحيح. لأنهم تعودوا على هالموضوع فعلا. شلون أقدر أنا أبين الواقع فعلا وحجم هذه القضية بدون لا يعني أأثر على مشاعره بدون لا أأثر على نفسيته كطفل؟ للأسف من أول ما بدينا وبدت هذه الألعاب تطلع من أول ما يكون عندك طفل عمره 4-5 سنين وخر عن ألعاب العنف، قاعد تأثر على سلوكياته، قاعد تأثر على شخصيته، قاعد تأثر على نفسيته، لكن لحياته لمن تنادي. ألعاب مكتوب عليها من 13 سنة وفوق أو 15 سنة وفوق، للأسف عندنا طفل بأربع سنين قاعد يلعبها، من غير ذكر أسماء الألعاب. مثل أنت ما قلت في بداية الحلقة أن اللي يقول الله أكبر هو المجرم أو هو اللي العدو حق صحيح. اللي موجود في اللعبة. صحيح. فإحنا الحين دورنا حق عيالنا نوضح لهم الخير والشر، نوضح لهم الحق والباطل. فدورنا احنا نشرح لهم شنو قضية فلسطين، ما هي القضية اللي موجودة في فلسطين وشنو هي القدس. لازم اشرح لهم وابين لهم على حسب المراحل العمرية اللي موجودة عندي. الاطفال الصغار اكلمهم في عمرهم، والكبار اكلمهم بما يناسب عمرهم وتفكيرهم واستيعابهم للقضية. اليوم انا متأكد اللي شوفنا في هذا الخصوص تحديدا في بعض التجمعات اليوم قاعد تصير المطالبة بكثير من الأمور ومساندة ونصرة إخواننا بفلسطين. البعض يأخذ عياله معه صحيح. والهدف من هذا الموضوع إن إحنا نربي عيالنا على هذا الشيء. الحين بس إحنا حابين نتأكد من جانب نفسي كونك أنت مختصة، هل هذا النوع من الممارسات صحيحة نستمر عليها إن إحنا نأخذ عيالنا معانا نحط لهم الكوفية شعار على فلسطين يعيشون هذه يعني القضية بهذا النوع من الدعم والمطالبة بحقوق وحرية إخواننا في فلسطين؟ بالعكس هذا الشيء ما يمنع، وهذا يشجعهم ويعطيهم قوة إن هم مساندين ومننا وفينا الإخوان الفلسطينيين، فإحنا قاعدين ندعمهم. الخروج حق هذه المظاهرات السلمية الحمد لله إحنا في ديرة خير وأمن وأمان وقاعد نمشي وفق ضوابط معينة قاعد نمشي عليها صحيح. فإحنا إذا علمنا عيالنا هذا الشيء أنا هني دعمته وعطيته قوة. إذا أمي وأبوي وديرتي وحكومتي وأميري واقف وياي في هذا الشيء إحنا ياخذ فكرة إنه هو على حق واللي قاعد يسوي صح، وإحنا أمورنا سلمية وأمورنا طبيعية بالعكس صحيح. إذا قاعد نتكلم عن الوسائل نفسها أو المشاهد اللي تمر على الطفل خصوصاً الطفل الصغير قاعد تأثر على نفسيته أيه. نحاول كثر ما نقدر لا يشوف القتل لا يشوف الدم لا يشوف الدمار اللي قاعد يصير، أشرح لو إذا شاف أحاول أني أبسط له وأتكلم وياه. الأمور هذه إذا مرت على الطفل تنعكس عليه بأمور سلبية كثيرة نفسية تأثر على شخصيته. عندنا التبول لا إرادي، عندنا الخوف ما ينام الطفل في سريرة، عندنا يمكن قضم الأظافر، بعض اليهال ينتف شعره، هذه كلها أمور تأثر على نفسيته مجرد أنه شاف لقطة. ترى الطفل شنو نفسه يخاف، أنت كبير يضيق خلقك لكن الطفل يدش في مرحلة الخوف والخوف تولد أشياء كثيرة. أستاذ الأشياء اللي قلتيهم قضم الأظافر وتنتيف الشعر هذه هل هي الأعراض اللي ممكن أدري أن والله ولدي قاعد يتأثر من الموضوع هذا؟ أي نعم هذه الأعراض، وعندنا يسمونهم الأعراض النفس جسمانية. يمكن ما في شيء بس بطني عورني،
شوف الطفل أودي الطبيب وطالع لا ما في أسباب جسمية أو صحية، لكن ينعكس عليه من الخوف مثلا يقول بطني عورني نفسيا، أمراض يسمونها نفس جسمانية تحوش آلام مثلا، يقول لك إحنا كبار ساعات إذا سمعت خبر يكدرك تقول والله جسمي اليوم كله يعورني صحيح. أنا ما فيني شيء لكن واقع النفسي انعكس على جسمي صحيح. فهذا تنعكس على العيال. جميل، وتأييدا لكلامك زميلي أبو زيد على أن هذه المشاهد تجمعات اللي تصير شلون تبني في الطفل حب القضية وتمسكه فيها. في مشهد يصير لنا كلنا وإحنا صغار في موضوع القنوت في الصلاة. الحمد لله الحمد الكويت في كل مرة فلسطين تمر في أزمة يصبح في تعميم على جميع المساجد والأمة أن يقنتون في الصلوات الجهرية، بحيث أن شخصيا كنت وأنا صغير متعود على الصلاة في طريقة معينة فجأة تتغير ويصير فيها قنوت ويكون التركيز للدعاء لإخواننا في فلسطين، فعظم القضية فيني وخلى لها مكان خاص باجي عن كل القضايا الإنسانية اللي تصير في الوطن العربي. فممكن هذه تكون من المشاهد أو خلينا نقول التجارب أو المواقف اللي تصير حق الطفل ممكن تعزز عنده حب القضية وفهمها في طريقة بسيطة إيجابية. يعني نعم. إن إحنا عندنا سلاح الدعاء، الدعاء عظيم سبحان الله، يعني ما نستهين فيه. إحنا قاعدين على وقت إحنا مربطين ما بدنا نسوي شيء، لكن إحنا سلاحنا ندعي وما ننساهم في فروضنا وفي الدعاء الجهري. نعم. اليوم مثلا احنا الحين ذكرنا الدعاء، عاده الطفل او المراهق مشاعره تبدي تصير اكثر انه وده يسوي شيء، خاصه المراهق لما يشوف القضيه ويتعرف على تفاصيلها اكثر يحس انه وده يسوي شيء اكثر، حماس دمه يحس بحماس، يحس انه وده يقدم شيء. هني هذه الفتره شلون اقدر أهيئ هذا المراهق وشون أبدي أنا أعزز في بعض المفاهيم بحيث أنه يعرف يتعامل، لأن أنا متأكد اليوم أولياء الأمور ودهم يأخذون ويتبنون بعض الوسائل منك تحديدا أنه ممكن ينقلونها لعيالهم، فهذا الحماس تحول إلى جانب إيجابي اللي هو الدعاء وغيره من الأمور اللي راح تذكرينها. إحنا الحين في زمن التكنولوجيا وبرامج التواصل الاجتماعي أقوى سلاح في العالم كله، بيدي أنا أنشر الخير وأنشر اللي أبي. فعيالنا الحين خصا المراهقين اللي في حمية وقاعد يشوف أن الإسلام قاعد ينضر المسلمين إخواننا في القدس وفي غزة، أنا أقدر أوجهه في الطريقة الصح اللي يقدر يحارب هذه الفئة عن طريق برامج التواصل الاجتماعي. ينتقي ما ينشر، كلهم عيالنا عندهم البرامج، جميع البرامج من غير ذكر أسماء. حط أدعية، شجع الناس على مثلا التبرع حق الدولة. من هالناحية هذه نحاول هم نسوي لنا مثلا بالزوارات، نقعد مع عيالنا نشرح لهم قضية فلسطين والقدس المقدس بطريقة عدل، يعني أوصل لهم المعلومة بتفاصيلها. ترى ساعات يمكن ما يسمعون أو يعرفون بس على قولتهم تناتيف الحكي، خلي يعرفونها بطريقة صحيحة ويعرفون أن الله سبحانه وتعالى وعد في قرآنه الكريم النصر لهم في النهاية بإذن الله. آمين. الفئة العمرية اللي أقدر أنا أبتدي معاها وأشرح لها عن القضية، خلينا نقول الطفولة من متى نبتدي؟ يعني يمكن يجيني طفل بأربع سنين شاف مشهد حتى لو بالغلط، يعني الحين بعض البرامج تحط لك دعايات يمكن تطلع لك لقطة شاف فيها قتل، شاف فيها بتشي، شاف فيها هد، فلازم أبدأ أتكلم معهم عشان الطفل يبدأ يستوعب شو اللي قاعد يصير. لا أقص عليه مثلا أقول له والله هذا فيلم ولا هذا تمثيل، خلينا نعلمه الواقع لكن بشكل مبسط بما يناسب عمره. جميل جدا. هذه ترى يعني أستاذة شريف ذكرت نقطة مهمة، لا تخبي الحقيقة تجاه هذه القضية تحديدا. أفهم وتفهم أن بعض أولياء الأمور يمكن يحسون أنه مو جاهز أنا الحين أقول له، أو أن الطفل يمكن إذا قلت له الحين ممكن يخاف، أو ممكن هي تعتمد على الطريقة. وفكرة وايد حلوة اليوم بالزوارة إذا كان في أحد ملم ويعرف بهذه القضية أنه ينقلها حق أسرته وينقلها بجانب التاريخ، لأن لو نرجع للتاريخ والتفاصيل راح نعلم أن فلسطين على حق وإخواننا يطالبون بحقوقهم وحريتهم، فهذا النوع من التعزيز إحنا اللي نطالب فيه. في حال هذا الطفل بدأ يسأل زيادة، والطفل عادة نوعه شغوف يبي يعرف، خاصة أن إحنا قاعد ندخلهم بهذه هل من مزيد يبي شلون هني ولي أمر يوظف أنه يشبع فضول هذا الطفل بحيث أنه خلاص هذا يكتفي بهذا القدر. عن طريق القصص، القصص تشبع رغبة الكبير والصغير. أي قصص يعني رسمية معترف فيها
يعني فيها تشرح القصة. أدش عليهم حتى من قصص الأنبياء بشكل مبسط، أدش عليهم من قصص القرآن بشكل ما يناسب العمر اللي أنا قاعدة أقول له القصة. القصة لها تأثير كبير سبحان الله، تهدي النفوس، تعطيك العلم الواضح. الرسول صلى الله عليه وسلم الله يعني في الأمور الصعبة اللي مرت عليه هدى قلبه في القصص. كثير من قصص الأنبياء اللي نزلت في القرآن وقصص الأنبياء كانت تسلية للرسول صلى الله عليه وسلم. عن طريق القصص أدخل ووصل المعلومة للأطفال. وإحنا حريصين على هذا الجيل إنه يتبنى هذه القضية ويستمر برسالة الكويت بشكل عام وشعبها وحكومتها بهذه القضية. مستمرين أكيد، بس هذا الفاصل راجعي بعدها. أستاذة شريف، الحين إحنا بنفس الوقت يعني نركز على الأطفال وشون ننقلهم المعلومة، بس بنفس الوقت القضية ثقيلة والحدث وايد ثقيل، فقاعد يأثر علينا إحنا ككبار. إحنا شلون نسيطر على هذه المشاعر بحيث إن ما ننقلها حق الصغار؟ يعني كلام اللي انت قلتي ان قبل كانت الاخبار تجيب فتره معينه، فكان تاثير الاخبار بجزء معين من اليوم، فممكن انا بهالجزء كنا نايمين، يمكن نايمين الساعه 9 نايمين ورانا مدارس او العيال نايمين ما راح يتاثرون مثلا من طاقتي، بس الحين انا اقوم من النوم اشوف مشاهد، وانا بالدوام اشوف مشاهد طوب على مدار اليوم انا قاعد اتجرأ هذه المشاهد. فهل هو نقول ايجابي ان انا اتجرأ هذه المشاهد طول اليوم، ولا في تكنيك مثلا ممكن اتبعه بحيث اني انا ما طوفني الاخبار اتابع الاخبار، بس بنفس الوقت على اساس لا تاثر علي انا شخصيا ولا اعكسها على الاطفال؟ احنا اذا بتطالع اول يومين اول ثلاثه للامانه تازمنا، نفسيتنا كلنا تعبت، انتقل هذا الشيء حق بيتنا بالتعامل مع ازواجنا مع عيالنا مع والدينا. الانسان مشاعر غصبا عننا بنتاثر، فنحاول يعني اذا فتشت التلفزيون قاعد تشوف الاخبار، مسكت التلفون قاعد تشوف الاخبار، الواتساب انتشرت فيه الاخبار، ما يمنع لكن اقلل، لان هم هذا قاعد ياثر على حياتنا. دشينا باكتئاب قلق، سبحان الله يعني يضيق خلقك قاعد تشوف هذا الشيء. فاحنا نحاول نقلل، ما يخالف ما ننساهم وندعي لهم ونذكر حتى عيالنا لو باليوم مره مرتين نتكلم عن هذا الشيء، لكن نحاول نخفف عشان نفسيتنا وما ننساهم بالدعاء. ما ننساهم أكيد. بالدعاء بحيث ان ننقل هذه الطاقه ونحولها ايجابيه نوعا ما. نعم. بحيث ان نقدر ندعم، ما نكون متضايقين وتاخذنا ياخذنا الحماس بزياده ونبدي نتصرف تصرفات قد تكون عكسيه. نعم. على إيجابية مثلا أعلم عيالي بهذه الناحية، إذا شفت أنا نفسي تضايقت لو بنص دينار لو بدينار أتبرع، خلي يعرفون فضل الصدقة ودورنا إن إحنا ما بيدنا شيء نسوي، اللهم الدعاء وهو أقوى سلاح، وعندنا فلوسنا عن طريق الفلوس والتبرع. هني أنا وظفتها من ناحية إيجابية إن إحنا نقدر نساعدهم من هذه الناحية. زين، الحين الطفل أكثر وقته يقضي في المدرسة، صح كلام، فإحنا شلون نقدر نستغل هذا الموضوع ونسوي مثلا نقول أنشطة قد تساعد الطفل أنه يفهم القضية أكثر ويتحمس لها أكثر وياخذها مرة ثانية بطريقة إيجابية نوعا ما؟ صح، هني دور وزارة التربية الحين أتوقع صار اسمها وزارة التعليم الحين، مثلا عن طريق الحصص الدراسية، مثلا أول حصة ناخذ أول دقيقة دعاء مثلا لهم، عن طريق أدخل رسومات لهم مثلا صورة القدس، خصوصا المراحل الصغار أرسم ألون، خلي يعرفون يمكن ما يعرف شكل المسجد القدس من العيال، نعلمهم دور الأطفال هناك في القدس شنو قاعد يسوون، هم أيهم عن طريق قصص، أيهم نشاط قصير مثلا بالإذاعة الصبح، ما يمنع أن نجيب لنا موضوع نجيب لنا نتكلم لو مدة دقيقة. فهذا دور المدرسة في هذا الشيء والأنشطة اللي قاعدة تصير وقت المدارس. صح، إذا دور المدرسة مهم، دور الأسرة مهم، دور الإعلام طبعا جدا اليوم بنقل هذه القضية بشكلها الصحيح. بما نحن في طور المدرسة الآن، دور المدرسة يعتمد اليوم خلينا نقول على المواد، مثل ما ذكرتي ممكن معلومة في بداية الحصة، ممكن عن طريق الرسم يرسمون علم فلسطين. صح، هذا نوع من أنواع التعبير اللي ممكن يستخدمونه الأطفال. في حال أحد الطلبة على سبيل المثال بحكم أنهم أصدقاء فينقلها معلومة خاطئة فيأخذها هذا الطفل ويرد يكررها في البيت لأي سبب إن كان، سمع هذه المعلومة وانقطت معه تأثر فيها، في حال كانت في بعض المعلومات الخاطئة أو المغلوطة، هل ولي أمر اليوم يحاول أن ينقل هذه الطريقة مرة ثانية عن طريق القصص، ولا في طرق ثانية نستعملها مع الطفل في حال كانت عنده معلومات خاطئة؟ الحوار
الحوار جدا مهم بين الأهل وعيالهم. يعني خلونا كلنا أذان صاغية لهم، ما يخالف خلونا نسمع. بعض الأهل يمكن يسكته بس خلاص لا تجيب الموضوع أو لا تتكلم، بالعكس خلونا نسمع لهم، إحنا أهلهم نوصل لهم المعلومة الصح، لكن يمكن يسمعها من برا فيها مثل ما قلت مثل خطأ أو شيء، إنه يعني هم تأثر عليه وتركز في مخه. خلونا نتحاور وياهم، أسمع لهم وصحح لهم، ما يمنع هذا الشيء، بالعكس هذا الأفضل لهم ولنفسياتهم. يعني الحوار بين الأم أو الأب والطفل ضروري، ضروري جدا مهم في جميع الأحوال، مو بس في القضية اللي موجودة حاليا. لأنه هو إذا 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 ما أخذ الخبر منهم أكيد بيأخذه من أي مكان ثاني، سواء في المدرسة بين أصدقائه. لا نخش عنهم في هذا الوقت، لازم نتكلم لأن شيء موجود في كل مكان. ويطلع منا احنا يكون في تركيز اكثر وتدري ايش قاعد يدور بمخه. انت الطفل اليوم لما يكلمك هو قاعد يتساءل، هو عنده تساؤلات، فانت لازم تجاوبهم. اذا ما جاوبتهم راح يحصل الجواب من مكان ثاني، فافضل انه يكون منك. يمكن يلا صديق بالمدرسه مسوي روحه هو الهيرو وهو البطل، فيقول له صار كذي وصار كذي، يمكن شاف. ما تدري انت البيوت، يعني مثل انا امنع عيالي يشوفون، في ناس لا والله احط على ما يعني من الناس اللي تتابع افلام رعب وتتابع كذي، فمخلي عيالي تطالع المشاهد العنيفه او هذه. يعني شاف بالتليفون من صديقه او شيء كذي وراء فيديو معين حاشته صدمه. طبعا هذه نندش قلنا في الاضطرابات اللي اضطرابات الصدمه، الخوف، القلق، التبول لا ارادي، قضم الاظافر. وهذه انا يعني ما اقول لك بس الطفل، ممكن توصل حتى حق المراهق. تشوفه يمكن ما ينام، يمكن يخاف، يمكن شيء ثاني يولد عنف. اي بس اذا بنتكلم في حال صار هذا الشيء، هل في طرق للعلاج طبعًا او دي مختص تعامل معاه في البيت؟ شنو الطريقه الافضل؟ ضروري لا بالبدايه اذا الاهل ما عندهم خلفيه بطريقه التعامل، ضروري عرضه على مختص عشان لا تتفاقم هذه المشكله. دش ترى في امور نفسيه كثيره وممكن تكبر اصلا، تكبر دش في نوبات هلع، تدخل في اكتئاب، دش في امور يعني توصل ترى للانتحار، لان انا ماني قادر شلون اتصرف، وخصوصا اذا هو صغير وكبر فيه عليها يعني المشكله وما انحلت من بدايتها. صح. هذه الجملة نسمعها وايد، إن الأهل مراية الأبناء والأطفال. فأنا أعتقد إن إحنا نركز على روحنا وطريقتنا شلون وعلى نفسيتنا قبل لا ننقلها. نفس آلية الطيران اللي يقول لك أنت ساعد نفسك بالأكسجين تالي ساعد غيرك. ما يصير أنت تحاول تصلح شغلة وأنت فيك الغلط. فإحنا نعزز موضوع دور الأهل في نقل القضية بصورة إيجابية نوعا ما. وأنا ليش أقول نوعا ما؟ لأنه ما أنا قادر أستوعب إن شلون الموضوع ممكن يتحول إلى إيجابي. ممكن فتينا أستاذة عن طريق المشاركة في الوقفات التضامنية اللي قاعد تصير، أيضا في موضوع سرد القصص وتحبيبهم في القضية بالتبرعات وخلنا نقول تحبيبهم في القضية على حسب فئتهم العمرية. يعني موضوع الرسم ما نأخذه بس يعني استهزاء، لا أكيد يعني راح يرسخ في هذا الطفل حب القضية وتعبير. يعني أحمد اليوم أنا بالنسبة لي ترى يعني أهم القضايا اللي تمر في العالم، وإحنا اليوم أهم قضية عندنا القضية الفلسطينية، ترى وسائل التعبير جدا مهمة. أنك أنت اليوم تعبر عن هذه القضية وفق إمكانياتك وفق استطاعتك شيء وايد مهم. فإذا أنت اليوم علمت هذا الطفل أو المراهق أنه من يعني عنده حرية هذا التعبير وأنه يرسم علم فلسطين ويحطه حتى لو في غرفته، ترى هذا شعور عظيم. أنت قاعد أكيد تأصل في تضامن هذه القضية. هذا مع القضية بالضبط نفسها بالضبط. والطفل خليه يعبر عن مشاعره دائما، أي حتى مو الطفل حتى الإنسان، تعبير عن المشاعر الغضب الفرح التعاون محتاجها ينفس عن ما في داخله. فضروري التعبير عن المشاعر. لا نقول والله يك مثلا يقول لك ما أنا ضايق خلقي أنا حزين بس خلاص اسكت ماكو شيء، لا خليه يعبر عن مشاعره، خليه يتكلم يفضفض ما في داخله. او ما نبي نوعي على الامور هذه، خل نسكته، خلي لا 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 خلي يكون على وعي. بالعكس انا عندي الطفل اللي بدا يحس بالفضول وبدا يسال، هذا انا احتوي زياده وابدي اشرح له هذه القضيه واعطيه مثل ما ذكرتي بعض الامور بطريقه قصه، بحيث انه يبدي يكبر على هذه القضيه. واحنا حريصين على هذا الشيء باذن الله. استاذه اليوم تحليلك بشكل عام اللي قاعد يصير للشباب او للمراهقين والاطفال بهذه القضيه، في بعض الامور المشتركه بينهم او ابرز الاضطرابات او ابرز الامور النفسيه اللي قاعد تصير بينهم؟ القلق، يصير عنده يعني عدم امان،
خوف. بعضهم يفكرون إن صار هناك أخاف يصير عندي، أخاف يوصل ليه عندي مثلا الحرب والقتل والصواريخ. دائما يسأل يقول لك الصاروخ ليه وين يوصل، إيش كثر مدى. فالطفل أو المراهق عنده تصورات، عنده خيال واسع ترى إنه يقدر يفكر في هذا الشيء. إحنا دورنا نعطيهم الطمأنينة، نزرع في قلوبهم، نبعدهم عن القلق، نشرح لهم اللي قاعد يصير، فهذا يزيد من طمأنينتهم. والقلق سبحان الله قلنا إذا تفاقم يأثر أمراض نفسية وجسمانية، فندير بالنا عليهم. والله هو صعب الموضوع، أنا أدري صعب، ما هو هين نتكلم فيه يعني. أنا تدرون شنو اللي أفكر فيه؟ إن اليوم لا تقلل من 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 تغريدة ممكن تكتبها أو عن طريق تطبيقات التواصل الاجتماعي، لا تقول شنو بيفرق إذا أنا تكلمت بهذا الموضوع. بالعكس، تكلم، خلك كثر ما تقدر تكون بهذه القضية وفق الأطر اللي فعلا أنت تساعد فيها اليوم بتوصيل رسالة. أو أنت ملاحظ في هجوم على وسائل التواصل الاجتماعي على موضوع إن شلون يقمع هذه القضية. فأنت الحين أنا اللي مونسني في نسبة ما أو جزء بسيط من الخبر مونسني، أن الحين أنت الشباب في السوشيال ميديا والمؤثرين قاعد يستغلون وسائل وطرق شلون يتفادون هذه الخوارزميات علشان يوصلون الرسالة. وترى الرسالة قاعد توصل، قاعد توصل حق خصوصا حتى حق الغرب، وقاعد يصحون ويوعون هناك عند الغرب. قول قبل كان السيطرة على قناتين إخبارية، على قناتين أو سينما أفلام معينة، فسهل كان عليهم أن يقمعون القضية أكثر. الحين مع وسائل التواصل الاجتماعي صار الموضوع أصعب بكثير على أنهم يستعملون الخوارزميات، على أنهم قاعد يحاولون يقتلون الصوت العربي في هذا الموضوع، ولكن المؤثرين العربيين بيضين ويوهنا في السوشيال ميديا في موضوع توصيل الرسالة. أقلها كل واحد عنده قناة في برامج التواصل الاجتماعي لو دعاء، يعني لا تحط شيء، لا تقولي والله ما أعرف أتكلم ولا ما أقول، حط لك دعاء يوصل بإذن الله. يعني في كذي شعر: أتهزأ بالدعاء وتزدريه، وما تدري بما صنع الدعاء، سهام الليل لا تخطي، ولكن لها أجل وللأجل قضاء. فإحنا نتوكل على الله وبالدعاء بإذن الله أكبر سلاح. وبرامج التواصل الاجتماعي لحد ييأس، وبإذن الله منتصرين في النهاية إن شاء الله. بإذن الله نتمنى دائما نملك هذا الموقف تجاه القضية الفلسطينية. ونقطة بسيطة، أن الشعب الفلسطيني يعلم كل العلم بأن أهل الكويت وحكومة الكويت واقفة معهم، وهذا الشعور يوصل لهم، والله يقدرنا في كل الوسائل اللي نملكها بأن احنا ندعم هذه القضية إن شاء الله. بإذن الله. وفي الختام، وامتثالا لكلمات الملك فيصل رحمه الله: علموا أبنائكم أن فلسطين محتلة، وأن المسجد الأقصى أسير، وأن الكيان الصهيوني هو العدو، وأن المقاومة شرف، وأنه لا يوجد دولة اسمها إسرائيل. شاكرين حضورك معنا أستاذة. لي الشكر كله لإتاحة الفرصة أن تكلم في هذه القضية. بعد هذه الكلمات مشاهدين، أكيد دعائنا ووسائلنا اللي نستخدمها دائما في كل الجهات ستبذل إلى القضية الفلسطينية. نلقاكم على خير بإذن الله. مع السلامة.